يعني كلثوم مو من عادتها أنها تترك الوسخ هيك بالبيت، بس هلأ بتعرف قديش مشغولة ووقتها ضيق وعم تروح على الجامعة، لهيك ما عم تشتغل بالبيت. شوف إذا عندك شي كنزة أو بنطلون وسخين عطيني إياهم بغسل لك إياهم، ماشي ابني؟ إيه ما في داعي، الخدامة بتجي بتغسلون وبتنظف كل شي، أنت لا تعزبي حالك. الله يسامحك يا ابني، من إمتى حدا بيشتغل بدال ست البيت؟ ليك أنا كمان أمك وبخدمك بعيوني لك ابني. خديجة خانم. ابني شو هالحكي اللي عم تحكي؟ قديش صلكم متجوزين ولسه ما كنت تنادي لي أمي؟ يعني كمان لازم تعتبرني مثل أمك يا روحي؟ ها بعرف إنه مكاني مختلف وبعرف إنه لهجتنا كمان مختلفة، بس هلأ لما أنا بغير لهجتي رح أسألك كم سؤال صغار وإنت لازم تجاوبني بصراحة، ماشي ابني؟ بصراحة لو اتصلتي وقلتي إنك جاية كنت قلتلك خليها لغير مرة، لأني عن جد مضطر أطلع وعندي شغل كتير ضروري. اسمعني لك ابني، حكي لي أنت في شي مانك مبسوط منه من ناحية بنتي؟ شوف أنا بنتي إلها تم ياكل مالها تم يحكي، إذا هلأ بتعطيها دم حتى تشربه بتشربه وكأنها شربت عصير. أنا حكيت مع أبوها بالضيعة ومع أخوها المتغرب وحبيت إني ذكرك بس إنه أنتوا هلأ متجوزين. ست خديجة أنا عن جد مضطر أطلع. شوف ابني أنت علمت نقطة سودة على جبين بنتي، بس والله إنك طلعت رجال شهم كتير وسترت على بنتي وتجوزتها، يعني جواز كون هذا كله بالحلال وهو نظيف يا ابني. يا عمري أنا هلأ كل اعتمادي عليك، مشان هيك لا تخيب ظني فيك، عم تفهمني؟ صدقيني أنا لازم أطلع خالي. أنا قلت اللي عندي يا روحي، أنا هلأ عطيتك بنتي طول العمر وهلأ ما ضل عندي شي تاني أحكي أبدا، وطالما أنك مضطر أنك تروح أنا كمان لازم روح. هلأ كلتوم بتنظف هدول. ابني والله من أول ما بيطلع الصبح وأنا بضل بدعي لكم تكونوا مبسوطين، بدي إياك تعرف هالشي يا عمري. كلثوم انت طلبتي من امك تجي تحكي معي شي؟ لا ليش شو صاير؟ اجيت لهون. شو قالت لك؟ لتكون حكت معك شي منيح. شوفي كلثوم ما لكم حق تتصرفوا معي بهالطريقه هي، مو حابب اجرحك انت او امك ابدا، بس لا تتاملي مني اي شي، انا ما فيني اني اعطيكي اكثر من هيك. كوراي انت لوين رايح؟ طالع شم هوا كلثوم، بس شم شوية هوا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.